مرة أعطوكي ملاحظة الأساسي على شيء؟ قوية آية قوية. لا آية للفينال. آية إيه؟ للفينال أنت. بتقولش كده بس أنا. تعرف مين اللي متوقعه من الفينال؟ أنت وبسمة ولارا. أنا لك مين؟ استنى خليني أحكي. أنت يعني من الثمانية أنا بقول. أوكي؟ أنت وبسمة ولارا عبد العزيز وباش. الله يخليني لا بحكي عن جد أنا. وأنت كمان. لا أنا خلص. خلص. ما هاد عواد عيدا لا عيد شريف بيبي غسيلنا اليوم هنحطه كله بالغسيل شو البكرة هو؟ بكره الخميس بركي بكره بياخذوهم بكره مو حكالي لموا اللاندري تبعكم انا بعطي البنات اكياس ولموا اللاندري مشان ابعثهم بكره بياخذوهم الصبح انت لم اللاندري تبعك عاد جد بقى ولا حتى لو راح اجيب لك اياهم معي على الاردن خلاص شايفين اوعد تجيبي يما بحكي لي حط اللاندري تاعونك واذا ما اجوا بجيب لك اياهم على الاردن انت كمان تضحك بس يضحك يعني اروح خلص لا انت بس انت انا ما تروحش بس كان لو ترجع ما تتعبش انا اجله خلاص تعبت تعبت حرام تفتكروا أهلي هشجعوا كل حد ولا ناس معينة؟ أهلك هيخففوا التشجيع شوية في المرحلة الجاية يلا اتكلمتي على التليفون مين بقى مين جوا وبسمه طب اخر واحد منكم يتكلم يقول لي بليز زي صوت باش صح يحيى did you hear what he said oh, no, yeah, اسمه مش يحيى اسمه محمد بصوتك شوف صوتي بدي 50 سنة يا صوتي لا بحكي عن جد ايه عادي غير ان شاء الله الارض ريحتها وحشة قوي عادي بصير بتتعودي عليها شو بكي كل شيء بالعاده بصير شمي وارتاحي وارتاحي ما حكيت لمدام رولا حكيت لها فينا غير هديتي سديهات هل تتبع لا لا ليش المستورة أخذت يعني شوف شوف لما جيب بنطل خد من لارا لا 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 ما بدي لارا يا وين بارح كيف شي خد من لارا أم محمد بارح كيف أعطيتها لارا شوف شوف لما جيب بنطلون جين كل ألف دولار بنطلون جين ألف دولار زي أيام إيه أيام أيام شفتيش الجين أيام أعطيه من بلدي الهدية تبعتك فين دي تبعتك؟ وين كلمتك؟ حبيبي خلص بكرة أنا كنت هموت وعايزة أعمل حد شو التحية؟ ناصر ويزي اسمع حكيت لها
تتلى فيني عن جد. انا فكرت حكيت انا اسمها. لا حبيبتي لا والله. شو قلت لك؟ انا فكرت ان عفايتها ديت على اساس انه يلا مش حكي. بكره بنحكي خلص. ايه شو؟ بكره فيش حكي. لا لا بمروا بمروا. المهم حكيت لها بتحكي لي بدي احكي معاهم بحكي لهم بلكوا ينطوك اشي غير. اذا منطوني مثل ما انطوك. انا بعطيك الى. دام 3000. لا انا بعرف اتكلم مع نجلة، اتكلم مع دقيقة هي. أوه. هي دقيقة واحدة وتخلص. ورجيني يا بنات ورجيني. حلو. اخر شيء. الو. كم ودني ان ساعه 1000 دولار. اذا لا حاجه عادي كم ودني بس احسن ماركات يعني يعتبر اقل. شو 1000 دولار؟ بدي احكي معك. بس اعطيني 3000 ساعه انا ان ساعه ناجله على بيعور قلبي انا الاسترس لما هذا بيعور قلبي. البس تحتيه يعني البس تحتيه. شفتي انا بالشبشب طلعاني من الحمام. يلا تعال اعطيني دقيقتك كثير كثير. وفي بقى كحلي في فستان الكحلي اللي انا قسته تحت برضه ما خلصت هيك ده نفسي قبولي منه مقاسه لا اربع دقائق ربي هموت وحيت ربنا بس اللي انت مش قبولي منه مقاسه ثاني احلى لا متهيألك ثاني لا احلى وبيلمع هيك وظاهر على لا ما كفايه بيلمع انا مش عايزه بيلمع انا عايزه حاجه تكون سند انه هداك عشان لونه فاتح واسع جاي واسع يمكن ينصحك شوي نو بالعكس الحاجه اللي وسعها ما بتخلصش يا اي ويش حاجه اللي بتخلصها هي بتخلص حلو كتير اي ويش عايزين فرحات نايلة اكلمها على التليفون نايلة مين؟ فرحات صاحبتي بتموت في محمد لا لا يعني انت حكيتي عنها مره صاحبتي بتيجي كل برايم عشان تشوفني كل برايم بتاعي خلنا نشوف فوزو خلنا نشوف انت قدام مع حبيبتي انا انا كنت بتخلي كنت عندي نايلة على التليفون ايه ما عندك نايلة كنت مع نايلة خالتي واختي بحبوا كثير وكمان كل ما كلب بنت خالتي او اختي سميها على باب سميها على باب ويحيى انا ببص عليها محبوبين اخوي محبوبين اخوي ما في هدايا يا اخوي هي المشكلة انا ببص عليها عشان اسلم عليها تبصني كل حاجة بعدين بتعملني كده هو مش بيعبرها مره بس عبرها ايوه انا ما بشوف منيح هو يعني اذا بيلحق يسلم على اهله وعلى اصحابه بس ما بعرف ميزهم لما يكون عم بتطلع ما في يميزهم بعدين بكون عم بتطلع رفقاتي وقرايبيني اقل منها يعني البرايم ماضي طلعت على ابن عمي واخته وبنت عم بنت عمي الصغيره بنت عمي الصغيره ما عرفتهم اول شيء عم بعمل فكرتهم عالم عادي بعدين عملت هيك عرفتهم ايه ما بتستوعب بالاول انه شو مين انه ما بتوقع يكونوا جايين المهم اذا شفتوا صلعه عم تضوي من الطلع بعرفوا انه هي موجود على الستيج صلعه عم تضوي شو اسمه امين عاصر ايوه اجوا بيجي كل برايم بس ما بشوفه بيكون فوق الكو انت مين 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 من عائله الحلبي هلا اول برايم اجى مين من عائله الحلبي اهلك حدا من عائله الحلبي امين بيت حلبي والله العظيم ايه عنده اهل بالكويت ما بعرف ايه 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 في بالكويت عندها الاردن الحلبي وشو اسمه استنى استنى الحلبي لا لا اسمع لا لا, لا احمد الحلبي احمد الحلبي بيكونوا من الشام هذول بيكونوا سوري انا بحكي لك لا 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 عندها بالاردن اكيد احمد الحلبي مو معاذ وانور لا لا اسمع معاذ وانور مو من بيت الحلبي امهم من بيت الحلبي امهم من بيت عباره الحلبي كثير جدعان الحلبي هلا عمتها لامين بيت الحلبي عمتها لامين بيت الحلبي اولادها بالكويت هذول هم احمد 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 بعرف انا احمد الحلبي اخوانه اولاد خالته بالاردن اولاد عم اولاد عمه قصدي دون هيز اسك مي ا كويستشن اللي بحد بالاردن شو لون حدا حلبي شو لون حدا هي امك قرايب كل كل اهل امي بالاردن طب كيف امك اردنيه ولا شاميه امي اردنيه ابوها جد جده يعني هلا اولاد عمومه هن بحلب بيت النجار بس جدة يعني اخ من جد من مو جد واخوه يعني هي معها شو جواز شو اردني اردني ايه اردنية اردنية طيب لا بس اعمل لك الكؤراء عمومة بالاردن بالبيت النجار بحلب عرفت اصول اما جد جدة اللي سافر يعني اخ صفي بحلب واخ صفي بالاردن زي قصصنا زي قصصنا اللي احنا طلعنا من فاللي راح على الاردن صار نادوله الحلبي انه جاي من حلب ايه ايه فصار قرايب فاتحين محلات البسه بالاردن في بالزرقاء فاتحين ما بعرف لا لا ما في لا ما بعرف ما بعرف عبد الله عنده محل كان هو
عبد الله.